أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حول إمامة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فوصلنا إلى هذا المقطع بأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا بأن يبلغ الناس ويأخذ البيعة منهم على أن عليا عليه السلام هو الخليفة والإمام من بعده يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فأعلمهم فضله علانية فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثلاث مرات. ثم قال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، يعرض بمن رجع يجبن اصحابه ويجبنونه. وقال صلى الله عليه واله علي سيد المؤمنين. وقال علي عمود الدين. وقال هذا هو الذي يضرب الناس بالسيف على الحق بعدي. وقال الحق مع علي اينما مال. وقال اني تارك فيكم امرين ان اخذتم بهما لن تضلوا. كتاب الله عز وجل. واهل بيتي عترتي ايها الناس اسمعوا وقد بلغت انكم ستردون علي الحوض فاسالكم عما فعلتم في الثقلين والثقلان كتاب الله جل ذكره واهل بيتي فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلموا منكم إلى آخر الحديث الشريف بعد أن ذكر الإمام الصادق الآيات التي أمرت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بأن يبلغ للناس إمامة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وآله امتثالا لأمر الله بلغ ذلك في مواطن متعدده وبالفاظ مختلفه وكان يكرر ذلك لتثبيته في اذهان الناس واتماماً للحجه وايصالاً له الى الاجيال اللاحقه لان الانسان قد يقول امراً مره ثم هذا الامر ينسى ولا ينقل فلا يصل، وقد لا تتم الحجه، لكن اذا كرره مرات وكرات بألفاظ مختلفة، في قضايا متفاوتة، في سنين متطاولة، فأولا يصل الى الجميع، والحجه تتم عليهم، ويصل الى الاجيال اللاحقة، كما بالفعل نجد ان ال روايات الدالة على فضل أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وعلى إمامته هذه وصلت على رغم أن الأعداء حاولوا طمسها وكانوا يضايقون إلى حد السجن أو القتل يضايقون الرواح ويضايقون الذين يكتبون هذه الفضائل وهذه الروايات والكثير امتنع عن روايتها والكثير امتنع عن كتابتها والبعض ايضا كان يحرف ويغير ويبدل ولكن مع ذلك وصلت الان نحن نحتج بامامه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام على من لا يعتقد بها بما في كتبهم بما رووه في صحاحهم بحيث أنهم لا يتمكنون من إنكارها على رغم محاولتهم ذلك لكن لا يتمكنون من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بالتبليغ الـ متواصل والرسول صلى الله عليه واله صنع ذلك امتثالا لامر الله ومن الطبيعي ان الامر الكثير يصل طبعا هناك اراده ربانيه ذاك لا شك فيه الله سبحانه وتعالى اراد ان تكون الحجه بالغه قل فلله الحجه البالغه ولكن الله سبحانه وتعالى ابى ان يجري الامور الا باسبابها صحيح ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والله سبحانه وتعالى يتمكن من صنع الاشياء من غير مقدمات لكن حكمته اقتضت ان تكون الامور ضمن اسباب ومسببات ولأنه أراد أن تكون الأمور ضمن أسباب ومسببات فهيأ لها المقدمات بالطرق الطبيعية ولذلك نجد أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في تبليغه للدين بلغ بالطرق الطبيعية على رغم أن الرسول صلى الله عليه وآله كانت له معاجز كثيره لاثبات صدقه ولكن مع ذلك اساليب التبليغ كانت اساليب طبيعيه الله سبحانه وتعالى بطريقه غيبيه لم يغير قلوب الناس للايمان وانما امر الرسول بان يبلغهم فمن كانت له القابليه الله سبحانه وتعالى القى في قلبه الايمان ومن لم تكن له القابليه الله سبحانه وتعالى تركه وشانه لكن الرسول بلغ وبلغ 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 سنوات يكرر ثم هاجر الى المدينه ثم حدث قتال متعدد وكثير في غزوات كثيره وهذه الغزوات ايضا الاساليب الحربيه المتخذه فيها كانت بشكل عام الا في حالات استثنائيه كانت بالطرق الطبيعيه، الله سبحانه وتعالى نصر رسوله بالطرق الطبيعيه، لانه اراد ان تكون الدنيا دار امتحان، لو كان الله سبحانه وتعالى يتدخل مباشرة في كل شيء لبطل الامتحان، فلذلك الله سبحانه وتعالى هيأ المقدمات لكي تسير الأمور بالطريق الطبيعي ومن ذلك تبليغ الرسول إمامة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وإمامة الأئمة من أهل البيت كثرة التكرار وأيضا تنوع الألفاظ وتنوع القضايا هذا سبب وصول بعض هذه القضايا الينا وتمت الحجه. والامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ينقل بعض هذه الاحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه واله في امامه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. مثلا الحديث الأول "من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" ثلاث مرات، يعني كرره ثلاث مرات. "من كنت مولاه فعلي مولاه". هذه قالها في يوم الغدير حيث أخذ البيعة من المسلمين في الجحفة في غدير خم. "من كنت مولاه فعلي مولاه". الرسول بدأ هذا الكلام بمقدمه: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، لأن الآية الشريفة تقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا: بلى، بعد هذا الكلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث ثابت بالأسانيد الصحيحة. لدى الفريقين لا احد يتمكن من انكاره ودلالته واضحه لان بعد ذيك المقدمه الست اولى بكم من انفسكم بعد تلك المقدمه قال من كنت مولاه فعلي مولاه هنا المولى بمعنى الاولى بالتصرف الاولى بالتصرف يعني الامام عليكم الخليفه عليكم ليس هنا المولى بمعنى المحب او الناصر، هذا لا يناسب سياق الكلام، ولا يناسب القضية، الرسول ثلاث ايام جامع الناس في حر الهجير، ويأخذ البيعة لعلي بن أبي طالب لكي يقول لهم: إن علي بن أبي طالب يحبكم، هذا عمل لا يفعله الرسول بل لا يفعله عاقل، وإنما رسول الله لأمر مهم. جمعهم، لا يكون ذلك إلا لأجل إثبات الإمامة والولاية من بعده، واحد من الأشخاص كان يمثل مثال، يقول: نفرض أنه طائرة فيها قبطان، هذا يسوق هذه الطائرة وإذا فجأة يأمر بهبوط اضطراري في صحراء، ويأمر بنزول ركاب الطائرة، ثم يقول للركاب: كما أني أحبكم فهذا مساعد الطيار أيضا يحبكم. يلا تعالوا ركبوا في الطائرة وخلنا نطير مرة ثانية. هذا عمل ليس بعقلائي. لا يفعله عاقل فما بالك بسيد العقلاء رسول الله صلى الله عليه واله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه والحديث تتمه لان خطبه طويله لكن الامام نقل بيت الشاهد وقد بر فيما مضى الكلام مفصلا حول حديث الغدير ثم قال هذه ثم للترتيب في الكلام وليس للترتيب في الزمان لأن وقعة الغدير كانت بعد وقعت خيبر بسنوات لكن كلمة ثم في اللغة العربية قد تستعمل في الترتيب الزماني وقد تستعمل في الترتيب الذكري مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: "وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه". سواه ونفخ فيه من روحه هذا كان في أول الأمر، لكن هذه ثم للترتيب في الذكر. ثم قال الرسول صلى الله عليه واله في يوم خيبر. لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، قضية خيبر قضية معروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة بأصحابه إلى خيبر لأن هناك كان مجموعة من اليهود يحكون المؤامرات ضد الإسلام وكانوا موتورين باليهود الذين خانوا الرسول صلى الله عليه وآله ونقضوا عهده من بني النظير وبني قريضة فلذلك كانوا يحكون المؤامرات فالرسول خرج بأصحابه وحاصر حصونهم في اليوم الأول أعطى الراية لأبي بكر لكي يذهب ويفتح الحصون فذهب ورجع يجبن أصحابه ويجبنونه، بأي معنى؟ يعني رجعوا من دون نتيجة، هو يتهم الأصحاب بأنهم جبناء ولذلك انهزمنا، ولم نصل إلى نتيجة، وأصحابه يجبنونه يقولون: قائدنا كان الجبان، ولذلك ما تمكنا من الهجوم عليهم. في اليوم الثاني رسول الله صلى الله عليه واله أعطى, اعطى الرايه لعمر بن الخطاب فذهب ورجع ايضا يجبن اصحابه ويجبنونه، هذا رواه الشيعه وغير الشيعه ايضا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله كرار ليس بفرار، فالقوم اشرأبت أعناقهم كل واحد منهم يطمع في أن تكون الراية له، لأن أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام، كان مريضا به رمد في عينه، فلذا ما راحت اذهانهم ان الرسول يعطي الراية لعلي بن ابي طالب، فكل واحد طمع ان يكون هو، فلما كان في يوم غد، دعا عليا عليه الصلاة والسلام، وجعل شيئا من ريقه المبارك في عين علي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى شفاه من الرمد الذي كان به، فأعطاه الراية، وذهب وفتح تلك الحصون، وقتل مرحبا، والقضية معروفة، الجميع يعرفها. الشاهد شنو هو؟ الشاهد أن الرسول صلى الله عليه واله عندما قال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار هذا تعريض يعني الذين ذهب قبل علي عليه الصلاة والسلام ورجع يجبنان أصحابهم وأصحابهم يجبنونهما هذان ليسوا بهذه الأوصاف، والذي لا يكون بهذه الأوصاف لا يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه واله، شنو هو التعريض؟ التعريض أنه أنت تنسب كلاما أو عملا أو فضيلة لشخص لنفيها عن شخص آخر، هذا هو التعريض، ولذلك المجلسي رضوان الله تعالى عليه يقول: لا خفاء في أن سياق هذا الكلام يدل على اختصاص جميع تلك الأوصاف بالمبعوث أخيرا وإلا فلا فائدة في ذكرها هذا أيضا يدل على أنه أولى من غيره أن علي عليه السلام أولى من غيره بالإمامة الحديث الاخر الذي يذكره الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال علي سيد المؤمنين السيد شنو معنا اصل الجذر اللغوي للسيد من السواد المتولي لسواد الناس السواد شنو هو الجماعه الكثيره المتولي للجماعه الكثيره يقال له السيد فاذا قيل سيد القوم يعني المتولي لامرهم وافضلهم ايضا، لانه لا يمكن ان يكون المتولي لامرهم غير افضلهم، وقال علي سيد المؤمنين، في حديث شريف وهو يدل على افضلية الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام على جميع الأنبياء باستثناء جدهم رسول الله صلى الله عليه واله الحديث رواه الفريقان يقول رسول الله صلى الله عليه واله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وفي بعض الروايات هذا الحديث له تتمه وابوهما خير منهما زين هل في الجنه شيوخ؟ كلا هل في الجنه اطفال كلا جميع اهل الجنه شباب وهذا متفق عليه زين عندما الرسول يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه يعني سيدا اهل الجنه ابوهما خير منهما فهما لس ليس افضل منه والرسول صلى الله عليه واله افضل منهم جميعا، لكن في الجنه من يوجد؟ في الجنه يوجد جميع المؤمنين بما فيهم الانبياء، فالحسن والحسين سيدا الانبياء، فمعنى ذلك انهم انهما افضل من الانبياء باستثناء الرسول محمد صلى الله عليه واله، فهو افضل الاولين والاخرين، حينما الرسول يقول علي سيد المؤمنين يعني افضلهم. وإذا كان أفضلهم لا يصلح أن يكون غيره إمامًا عليه لأنه يستلزم تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح. حديث آخر: وقال رسول الله صلى الله عليه واله علي عمود الدين، يعني الدين يقوم به. زين إذا غير المتصدي لا يقوم للدين عمود. لازم يكون هو المتصدي وقال في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وآله هذا هو الذي يضرب الناس بالسيف على الحق بعدي إذا عدنا جملة مبتدأ وخبر بينهما ضمير الفصل هو مثلا هذا يدل على الحصر تارة تقول زيد عالم، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، زيد عالم، عمرو أيضا عالم، بكر أيضا عالم، لكن إذا قلت زيد هو العالم، بين المبتدأ والخبر جئت بضمير الفاصل هو، هذا يذكره البلغاء والنحاة، بأنه يدل على الحصر، يعني لا عالم غيره. هنا الرسول ماذا يقول؟ هذا هو الذي هو، يعني الحصر بين المبتدأ هذا الذي يضرب الناس بالسيف على الحق بعدي توجد كلمة هو في البين حصر، يعني بعد الرسول الوحيد الذي كان قتاله على الحق قاتل الناس بالحق ومع الحق هو علي بن أبي طالب بن عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يضرب الناس بالسيف على الحق بعد ووردت أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وآله قال يا علي أنا أقاتلهم أنا قاتلتهم على تنزيل وانت تقاتلهم على التاويل شنو معنى معنى ان الرسول صلى الله عليه واله قاتل الكفار لانهم كانوا يكذبون بالدين فالرسول صلى الله عليه واله قاتلهم حتى اثبت الدين طبعا هم بداوا القتال لكن القتال لماذا كان لاصل الدين كانوا ينكرون الدين الرسول صلى الله عليه واله بقتاله اثبت الدين. زين، بعد الرسول صلى الله عليه واله حدثت ايضا حروب، لكن الحروب كانت بين المسلمين عادة، او بين المسلمين والكفار كالفتوحات التي حدثت. اي تلك الحروب كانت ضمن الموازين الشرعيه؟ هذا الحديث وامثاله يدل على ان حروب امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام هي التي كانت على الحق وانت تقاتلهم على التاويل لانه يريدون يحرفون معاني القران بعد ان لم يتمكنوا من تحريف الفاظه بعد ان لم يتمكنوا من تغيير اصول عبادات جاءوا يقاتلون على التأويل يعني يردون يأولون القرآن على غير ما أراده الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأمير المؤمنين قاتلهم في الجمل وصفين ونهروان على التأويل لبيان المعنى الصحيح للقرآن الكريم، ولما قاله الرسول صلى الله عليه واله. حديث آخر قاله الرسول صلى الله عليه واله، وقال الحق مع علي أينما مال، وهذا الحديث يدل على العصمة، لأن الإنسان إذا عصى بصغيرة أو كبيرة، أو إذا أخطأ فارق الحق هسه معذور لو ما معذور ذاك بحث اخر لكنه فارق الحق فإذا واحد دائما يكون مع الحق مال الحق إلى اليمين هو يميل إلى اليمين مال الحق إلى اليسار هو يميل إلى اليسار هو مال إلى اليمين الحق يميل معه هو مال إلى اليسار الحق يميل معه، فهذا معناه انه معصوم. من هو الذي مع الحق؟ علي مع الحق اينما مال، يعني اينما مال الحق يميل علي عليه الصلاه والسلام، او اينما مال علي عليه السلام يميل الحق معه. هذا حديث ايضا يدل على عصمته عليه السلام. وحديث اخر يذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن رسول الله حديث الثقلين المعروف طبعا هذا الكلام كرره الرسول في مواطن مختلفة أني تارك فيكم الثقلين بعبارات شتى ولذا حديث متواتر وألفاظه مختلفة ليس الاختلاف من الرواة لا الاختلاف في اللفظ من رسول الله يعني المطلب كرر بألفاظ مختلفة احنا الآن أحياناً مطلب واحد نرى ضرورة تكراره، ضرورة تكراره ولذلك نكرر ذلك المعنى، لكن لا نلتزم بلفظ واحد فأحياناً كثيرة نكرر المعنى بألفاظ مختلفة، وحديث الثقلين هكذا ومن ألفاظ الحديث ما يرويه الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه واله. وقال: إني تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا. المفهوم شنو هو؟ إن تركتموها أو تركتم أحدهما ضللتم. يعني إذا تركت القرآن تضل. إذا تركت أهل البيت تضل أيضا. فما يمكن أن واحد يدعي أنه هو متمسك بالقرآن مع تركه لأهل البيت يدعي انه ليس بضال، كلا. الان فرق المسلمين الموجوده والمنقرضه. هذه الفرق كلها تستدل بالقران، ما تشوف فرقه من فرق المسلمين لا تستدل بالقران. ستفترق امتي على 73 فرقه، فرقه واحده في الجنه والبقيه في النار. هذه الفرق كلها تستدل بالقران، لكن الا فرقه واحده جميعها في ضلال، لماذا؟ لانهم تركوا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. اني تارك فيكم امرين ان اخذتم بهما لن تضلوا كتاب الله عز وجل واهل بيتي عترتي. ايها الناس اسمعوا وقد بلغت انكم ستردون علي الحوض. لا تتصور انه هل في الدنيا كم يوم خالفت الحق وخلص الامر ينتهي لا اكو حساب في يوم القيامة حديث الحوض معروف وفي صحاح غير الشيعة ايضا ورد البخاري مثلا يروي في الصحيح عند العامة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا فراتكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي إنكم ستردون علي الحوض فأسألكم عما فعلتم في الثقلين، ثقلين مو الثقلين، الثقلين يعني الجن والانس سنفرغ لكم ايها الثقلان الانس والجن، اما كتاب الله وعترتي اهل بيتي هم الثقلان، عما فعلتم في الثقلين والثقلان كتاب الله جل ذكره واهل بيتي فلا تسبقوهم فتهلكوا تسبقهم يعني بدون أن تأتمروا بأوامرهم تتبعون فلان وفلان ولا تعلموهم فإنهم أعلى منكم وأن أترو تعلم تكليفا لا هو يعرف تكليفا لأنه معصوم واستقى علمه من الرسول صلى الله عليه وآله وللحديث تتم الإمام الصادق يواصل الكلام بالاستدلال بالآيات وغيرها سنتركه إلى حلقات قادمة. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين